بعبوره سيرا على الأقدام باتت ملامح جفاف نهر دجلة أوضح من ذي قبل، وهو مؤشر خطير على مستقبل العراق المائي والزراعي والاجتماعي على المدى القريب. وتقف الحكومة الحالية ومنها وزارة الموارد المائية ومديرياتها موقف العاجز أمام واقع جفاف النهر. وفي آخر محاولة للتنصل عن المسؤولية يقول مدير سد الموصل إن إدارة السد ليست مسؤولة عن إطلاقات المياه من السد إلى النهر. وإطلاق المياه وتصريفها إلى نهر الدرج يعتمد على توجيهات المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في بغداد. هذا المركز هو واجبه إدارة ملف المياه بشكل كامل بالنسبة للعراق كله، وهو الذي يقرر كمية المياه اللي تطلق إلى نهر دجلة واحتياجات البلد من هذه المياه. ويعزو ناشطون في مجال البيئة أسباب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة إلى مشاريع الري غير المدروسة. عملت المشاريع المهتمة في الري في محافظة نينوى على قطع بعض المشاريع وعدم تزويد المياه لمساحات أراضية زراعية كثيرة، وبذلك فقد يفقد أيضا العراق مساحة كبيرة من التي كان يستغلها فيها الزراعة، وبالتالي سيكون هناك خلل كبير في الإنتاج المحلي وحتى أيضا فرص العمل. ولعل انتشار نبات زهرة النيل في نهر دجلة دون معالجة حكومية فاقم من أزمة نقص المياه وأدى إلى موت معظم الأسماك. زهرة النيل هي واحدة من أكثر النباتات التي لها تأثير سلبي على مياه نهر دجلة، فالزهرة الواحدة هي تستهلك في اليوم مقدار 6 لتر من المياه، وهذه كمية كافية لربما لحاجة أسرة كاملة من المياه لمدة يوم كامل. الزهرة سريعة الانتشار وكثيرة الضرر. وزارة الموارد المائية اعترفت بأن خزين العراق المائي لا يتجاوز 8 مليارات متر مكعب بالتزامن مع قلة الإيرادات المائية من دول المنبع والتي باتت أقل من 70%. ورغم إلقاء الحكومة اللوم على تركيا بعدم إطلاق حصة العراق من المياه من سدودها، إلا أن الأخيرة تعاني هي الأخرى من أزمة مياه بسبب شح الأمطار وانخفاض مخزون السدود إلى 38% بحسب بيانات الحكومة التركية.